السلام عليكم. تقدم هو الثالث من نوعه من حيث اتساع الإنجازات تحققه المقاومة الشعبية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد بإسناد من الجيش الوطني وطيران التحالف في جبهات المواجهة الرئيسية في شمال وغرب وجنوب وشرق المدينة بل وريف المحافظة. التقدم الذي أدارته المقاومة والجيش الوطني سجل اليوم في منفذ غراب، أحد المنافذ الرئيسية التي كانت ميليشيا الحوثي والمخلوص صالح تفرضه على مدينة تعز من الجهة الغربية وفي شارع 50 بعد منفذ غراب. وحررت المقاومة أجزاء واسعة من جبل هان المطل على الضباب واللواء 35 مدرع، كما تم تطهير حدائق الشهيد محمد اليمني من ميليشيات وتبة الخزان في الضباب. وبحسب الناطق باسم المجلس العسكري في تعز العقيد منصور الحساني، فإن المقاومة وقوات الجيش الوطني يواصلون التقدم في معظم الجبهات وخصوصا في وادي الضباب والصلو والأحكوم وغيرها. ثمة أسئلة يطرحها هذا التقدم المتسارع في جبهة تعز التي شهدت واحدة من أكثر المواجهات العسكرية عنفا على مدى عام ونصف تقريبا، فهل هذا التقدم يعكس مستوى أكبر من الدعم والإسناد من جانب التحالف؟ وإن كان ما يظهر من هذا الدعم لا يزال ينحصر في الإسناد الذي يقدمه طيران، أم أنه يأتي في سياق معركة عسكرية شاملة مع الانقلابيين بعد التطورات السياسية المخيبة للأمل؟ إذن حول تطورات الموقف العسكري في تعز والإجابة عن جملة التساؤلات السابقة سوف نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ النقاش ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. تطورات مهمة للحرب المنسية في تعز. على مدى أكثر من عام ونصف أخذت الحرب العدوانية لميليشيا المخلوع صالح والحوثي على هذه المحافظة شكل الاستنزاف طويل الأمد الذي حولها إلى حرب منسية، حتى بالنسبة للأمم المتحدة ومواقفها المتسمة بالشحة والبخل والنفاق السياسي حيال هذه المحافظة. لا تزال مقاومة تعز تحتفظ بالقدرة على صنع المفاجأة وعلى انتزاع النصر من بناثن اليأس والخذلان، وها هي الحرية تتمدد مجدداً على جغرافية المحافظة وتدحر معها فلول الميليشيا بعيداً عن المدينة وريثها. أحدث إنجازات المقاومة خلال الساعات الأخيرة تمثل في تحرير مناطق منفذ غراب وشارع 50 ومحيط السجن المركزي والحدائق وأجزاء من جبل هان والمقهاية في الضباب، وهي المناطق التي كانت ميليشيا المخلوع صالح والحوثي تطبق من خلالها الحصار على مدينة تعز. وحققت المقاومة والجيش الوطني تقدماً كبيراً في مديرية الصلو وفي عزلة الأحكوم التابعة لمديرية حيفان، حيث حاولت الميليشيا في الأحكوم قطع الطريق الواصل بين تعز وعدن من جهة التربة وهيجة العبد. طيران التحالف من جهته كثف خلال الساعات الماضية من تدخلاته ووجه ضربات مؤثرة للميليشيا في معظم جبهات تعز. ثلاث موجات كاسحة تدفق عبرها النصر الذي حققته مقاومة تعز لتثبت جدارة هذه المحافظة في أن تكون البوابة التي سيمر من خلالها جيش الجمهورية المظفر مستعيداً ما اختطفته الميليشيا من حلم اليمنيين في التغيير على قاعدة تجديد العهد بالجمهورية والدولة الديمقراطية الحديثة. بداية مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي في الاستوديو بالمحلل السياسي الأستاذ نبيل البكيري، أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك. لربما تابعت التقدم والانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية اليوم، هل كانت هذه الانتصارات متوقعة، خاصة وأن كانت هناك بالأمس تصريحات من قادة في المقاومة توحي بعدم وجود دعم له؟ لا، أنا باعتقادي أنه سياق المعركة اليوم هي لا شك أنه هناك إعداد سابق وهناك أيضا دعم واضح أيضا للتحالف العربي إن على مستوى الطيران وعلى مستوى أيضا دعم الأسلحة خلال هذه المرحلة بالذات. هناك لا شك أن المعركة أصبحت يعني واقع جديد تفرضه هذه التطورات من خلال أن التحالف العربي حاضر في سياق المعركة الكلية، ليس فقط على سبيل المثال معركة تعز، لكن على سياق المعركة الوطنية شاملة من مارب إلى تعز إلى الجنوب إلى كل مناطق القتال. هناك سناد موجود وواضح من قبل التحالف العربي. أيضا الأهم من هذا كله هو حالة الالتحام الكبير للفصائل المقاومة في تعز التي شكلت جبهة واحدة وغرفة عملية واحدة، وهذا كان من بشائر الانتصار الذي تحقق اليوم. طيب ما هي الأهمية العسكرية للانتصارات اليوم؟ ما هي الأهمية الاستراتيجية للمواقع التي حررت؟
باعتقادي معركة اليوم هي معركة جولة من جولات المعركة في تعز، وليست هي نهاية المعارك. لكن الأهمية العسكرية تكمن اليوم ب يعني ما تحقق على مستوى الجبهة الغربية، وهو فك أو يعني إسقاط أجزاء كبيرة جدا من جبل هان الذي يطل على طريقي الضباب والمخاء. أنا باعتقادي أنه هذا سيمثل تحول في سير المعركة، وخاصة أيضا مع سقوط منفذ غراب غرب المدينة اللي يعتبر أيضا من الذي يمثل نفس الإشكالية التي كان يمثلها معبر الدحي في الفترة السابقة. الجانب الآخر اليوم اقتراب كثير جدا من القصر الجمهوري في تعز، قصر الشعب، بحيث أصبح تحت متناول يعني سلاح المقاومة بشكل واضح اليوم، وتم تدمير وإعطاب عدد من الآليات العسكرية فيه، وهذا سيؤدي في حالة سقوطه إلى أن تسقط المواقع القريبة منه اللي هي تبت سوفتيل وتبت سلال، ما يسموها تبت سلال، باعتبار هاتين التبتين من أخطر التباب التي يتم استخدامها لاستهداف المدينة بشكل دائم. هذه يعني هذه التباب يعني أو مناطق المواجهة تمتد ما بين الشرق والغرب، أين تتركز بشكل أكبر، وكذلك ما هي المناطق الأكثر أهمية إن صح التعبير؟ أنا باعتقادي اليوم الجديد في معركة اليوم أنها لم تكن معركة في طرف أو في جبهة معينة دون أخرى. أنا باعتقادي عنصر المفاجأة اللي حصل اليوم أنه كان المعركة في كل المناطق التي في كل الجبهات، يعني كان هناك ربما أشبه بساعة انطلاق واحدة وتنسيق بغرفة عملية واحدة في كل الجبهات، على مستوى الجبهة الشرقية أو مستوى الجبهة الغربية أو على حتى مستوى معركة الريف الموجودة اليوم في الحكوم وهيكة العبد. باعتقادي أيضا أنه كان هذا العنصر مهم جدا، أنه خلق نوع من الارتباك والانهيارات التي شاهدناها خلال الفترة السابقة أو الـ 24 فترة السابقة، أنه كانت عنصر مفاجئة في أنه اشتعلت كل الجبهات وأدى إلى ما تحقق خلال هذه الساعات القليلة القادمة. كيف يتوقع أن يعني يفرج ذلك على المستوى الإنساني من المعاناة التي تحصل بداخل المدينة؟ من السابق لأوان الحديث على أنه ستكون يعني خاصة اليوم، يعني مثلا معركة اليوم هي معركة بداية كما قلتنا، يعني ما تحقق فيها في الميزان العسكري يعد كبيرا بالنظر إلى فارق التسليح، لكن على المستوى الـ يعني انتصار على مستوى تحقيق هدف كبير مركزي، أنا باعتقادي أنه من المبكر الحديث عن هذا الهدف، لأنه لازال منفذ الضباب لازال ممكن استهدافه من قبل الانقلابيين، وخاصة إذا ما تم استكمال معركة الجبل الهان خلال الساعات القريبة القادمة. فمن المبكر جدا الحديث عن أنه تحقق شيء كبير، وخاصة فيما يتعلق بفتح الحصار. طيب من خلال الحالات السابقة لمعارك فك الحصار عن تعز، وكانت هناك نجاحات وكانت هناك إخفاقات، ما هي أهم الإشكالات التي يجب على المقاومة والجيش الوطني أن يتجنبوها خلال هذه المعركة؟ أنا باعتقادي التجارب السابقة التي أصبحت اليوم من البديهيات بالنسبة للمقاومة بالنسبة للتحالف العربي، أنه أهم نقطة ضعف ونقطة فشل في المرحلة السابقة هو عدم وجود سلاح ثقيل ونوعي كسلاح الدبابات والمدرعات. سلاح الدبابات والمدرعات هو الوحيد القادر على أن يصمد المقاتلون في أماكنهم ومواقعهم أطول فترة ممكنة، بالنظر إلى أنه هناك ما يحميه أمام ترسانة كبيرة من المدافع والدبابات والكاتيوشا للخصم. وبالتالي كان الشباب وكانت المقاومة والجيش الوطني يقاتلون بأسلحة بسيطة وفردية ومتوسطة، لا تصل إلى مرحلة أنها تواجه دبابات وكاتيوشا وما إلى ذلك. وبالتالي أنا باعتقادي الآن أنه هذا النصر يجب أن يعزز، يجب أن يعزز بالأسلحة المدرعة، مثلا بمدرعات ومصفحات ودبابات. أنا باعتقادي هذا سيكون يعني حتى لا تتكرر التجربة السابقة أو المريرة في أن يتم الهجوم مرة أخرى واستعادة هذه المناطق من قبل الانقلابيين، يجب أن ترفد هذه المواقع بأسلحة نوعية ومتطورة يتم من خلالها استكمال الانطلاق واستكمال المعركة، بدل أن يظل الشباب في هذه الأماكن يدافعون عنها. إذن أرجو أن يعني سينضم إلينا الآن أستاذ نبيل العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور أخي العزيز. أهلا بك سيادة العميد. في تعز وفي كل جبهاتها تقريبا هناك
اشتداد للمعركة. هناك ربما لحظة غير متوقعة بالنسبة للكثيرين، وكما تحدث ضيفي هنا أن هناك كان عنصر مفاجأة في هذه المعركة. ما هي خارطة التقدمات الآن سيادة العميد؟ شكرا لك أخي الكريم ولقناة بلقيس والضيفك الكريم. أنا بالأمس تحدثت على قناتكم الكريمة وقلت لكم أن المشهد غدا يعني سيتغير قريبا، وربما لم أحدد الوقت والتاريخ، لكن اليوم نشهد هذا التغير بفضل الله تعالى، يعني قيادة الجيش الوطني ومسنودة بالمقاومة الشعبية بالإخوة في التحالف العربي اليوم حققوا يعني تقدم كبير في جميع الجبهات، معنويات عالية جدا للمقاتلين وأيضا معنويات منهارة جدا مقابلها للإنقلابيين. جميع الجبهات تقريبا، الجبهة الغربية بإذن الله نكاد نستكمل الجزء الأول من المرحلة الأولى لتنفيذ فتح المنطقة الغربي ويكون جاهز بإذن الله تعالى لحركة المواطنين. أيضا الجبهة الشرقية تقدمت إلى منطقة حسنات وسيطرت عليها، وهي بصدد حصار منطقة المكلكل الذي ربما آذت المواطنين كثيرا منها الدبابات والعربات الثقيلة. في منطقة الحكومة أيضا الحمد لله تقدمت اليوم أيضا المقاومة، ويعني بصدد يعني السيطرة أو التقرب من منطقة الأكيوش ربما السبب الرئيسي لانكسار جبهة الحكومة لمحاولة السيطرة على خط هيئة العبد تربة عز. طيب هذا يعني هناك تقدم، هناك ما يمكن أن يقال عليه أنه نصر وبشكل واضح، كيف يمكن الحفاظ أو ما هي الخطوات التي اتخذت للحفاظ على هذا النصر وتعزيزه بالأصح؟ سؤال جميل. على أي حال نحن ربما كان في الماضي ينقصنا كثير من الإمكانات سواء الفنية أو التعبوية، اليوم قيادة الجيش الوطني وأيضا أفراد المقاومة أصبح لديهم دربة ودراية كاملة في المحافظة والمحافظة على المواقع بعد السيطرة عليها. دعني أقول لك منذ أكثر من 6 أشهر لم تتراجع الجيش والمقاومة في أي منطقة تم السيطرة عليها. سيتم بإذن الله يعني حماية ويعني ترتيب المناطق التي يتم السيطرة عليها، بل ربما لن نبقى فيها طويلا، سيتم التحرك للسيطرة على جميع المناطق المتقدمة. طيب ما يدور بمحيط هذه بمحيط تعز وبداخل تعز، هل له علاقة مباشرة بما يحدث في جبهات نيم؟ مؤكد المعركة واحدة، لكنني أؤكد لك بأن مدينة تعز أصبحت قضية ربما يعني ينزلها جبين البشرية اليوم، يعني أصبح العالم يعني صامت عن جريمة مستمرة لها أكثر من 1 سنة و6 أشهر دون ما حديث عن أناس يحاصرون ويمنعهم الغذاء والدواء والماء. هذا كله يعني أصبح يعني العمل الأخلاقي لبعض المنظمات للأسف، ربما كان أكبر جزء من الدافع لأبناء محافظة تعز أن ينتفضوا هذه الانتفاضة لفك الحصار عن أنفسهم بمساندة إخوانهم بالتحالف. طيب إذا ما عدنا إلى ما يدور في تعز سيادة العميد، هل هذه المعركة تدور بإمكانات الجيش الوطني وأفراد المقاومة الموجودين في تعز، أم أن هناك تعزيزات وآليات عسكرية وصلت أو ستصل في المستقبل سواء من يعني من قيادة الجيش أو من قبل التحالف أيضا؟ هي من حيث المبدأ الآن تدور بإمكانات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بكل الإمكانات الممكنة حاليا لقوات التحالف. قوات التحالف الآن تسند بجميع أنواع الإسناد والدعم، ربما تحدثني الآن وطيران التحالف الآن يحلق في محافظة تعز ويعني يدعم تحقق الجيش الوطني لاستكمال تحرير المنطقة الغربي. الكل يعمل، القيادة المدنية بقيادة محافظة المحافظة تعمل، القيادة العسكرية بالكامل تعمل، قيادة المقاومة كلها في الميدان، كل التحالف يدعم بشكل مباشر. دعني أقول معركة الجميع، والحمد لله تحقق تقدم، وفي قادم الأيام تتحقق تقدم أفضل. طيب إذا ما جئنا وبشفافية سيادة العميد، هل ستكون هذه المعركة مستمرة إلى حين تحرير جميع المناطق في تعز والامتداد إلى مناطق أخرى، أم أن هناك ما قد يحدث ويعرقل هذه العملية؟ نحن في الحديث عن المعارك دائما
نتحدث بأننا سنقوم بتنفيذ جميع المهام المسندة، لكن دعني أقول لك بأنه إذا ما عرض لنا عارض سيتم معالجته بالطريقة العسكرية المهنية الصرفة. لكن إلى الآن الحمد لله سير المعارك طيب وجميع الجبهات تسير بشكل جيد. نحن ماضون بإذن الله تعالى إلى التحرير الكامل لمحافظة تعز، ولكن على مراحل وخطوات. الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ نبيل، هل من ملاحظات أخذتها من ما تفضل به سيادة العميد؟ أنا باعتقادي كلام سيادة العميد كان واضح، وهو يتحدث من مصدر باعتباره يعني مستشار لوزير الدفاع أو ناطق باسم الجيش، أيضا لديه معلومات ويتحدث عن يعني هذه الثقة يستمدها من معلومات ومن حقائق موجودة لديه. أنا باعتقادي لأول مرة ألمح العقيد أو العميد سمير بهذه بهذا التفاؤل وبهذه الطرح الواضح لكثير من الإشكاليات التي كانت تعانيها المقاومة والتي أصبحت اليوم أو أنها استطاعت أن تتغلب على كثير منها. طيب، هناك أحداث تؤكد ويعني معارك تؤكد أن المواجهات هي أقوى مما كانت عليه في السابق، هناك مقاومة، هناك أماكن كثيرة يتم تأمينها، ما هي يعني استراتيجية معارك من هذا النوع؟ ما هي الأولويات التي تجد أو التي يجب أن تكون فيها؟ أنا باعتقادي كمراقب بسيط للمشهد وكمواطن يمني ومواطن تعنيه مثل هذه المعارك كثيرا، لأنه أنا باعتقادي حتى لا نكرر الأخطاء السابقة، أهم الأشياء التي يجب الانتباه لها في هذا الجانب وهذا السياق هي المسألة الأمنية، ترتيب الخطوط الخلفية للمناطق المحررة من خلال سرعة انتشار الأمن فيها والاشتغال على مسألة المخابرات الدقيقة في قراءة يعني في تفاصيل المشهد الداخلي الأمني إذا ما كان هناك أي خلايا أو أي عمل من الداخل، أو أنا باعتقادي هذه من أهم الأشياء التي يجب أن تدرك في هذا السياق، لأنه لا نريد أن تكرر تجارب سابقة فيما يتعلق بمناطق محررة وبالتالي تتحرر دون أن يسد الفراغ الأمني الهائل الذي تتركه الميليشيات بعد رحيلها، وبالتالي تحصل أخطاء كبيرة فيما يتعلق على مستوى الأمن الشخصي، على مستوى ممتلكات الناس، على مستوى كثير من هذه القضايا. هذه من أهم الأولويات الرئيسية. الجانب الآخر أنا باعتقادي أنه هذه المعارك ليست معارك تقع لتنتهي، هي معارك مستمرة، يعني ما تحقق اليوم هي مرحلة بسيطة باعتبار ما سيكون من المعارك القادمة السابقة. أنا باعتقادي أنه الآن تحرير هذه المناطق على تخوم المدينة هو سيعطينا دفعة أكبر أنه المدينة تحررت ومنافذها تحررت، لكن هل يعني أنه المعارك ستنتهي؟ المعارك لا تنتهي، يعني إلا يجب الاستفادة بتعزيز هذا النصب بتقدم في مواقع أخرى تقدم والاستعداد. أنا باعتقادي معركة تعز ستكون نهايتها ليس بتحرير منفذ الضباب أو منفذ الحوبان، أنا باعتقادي أنه ما لم تتحرر المخاء أنا باعتقادي لا أسميه انتصار أو لا أسميه معركة كاملة، لأنه المخا هو الشريان البحري أو الرابط الدولي لتعز مع العالم، وهذا الشريان يستفيد منه الانقلابيون في كثير من الإمداد والدعم والتهريب الذي يتم من للسلاح من خلال كثير من القوارب التي تأتي إلى هذه المدينة. طيب، هل يجب أن نشهد معارك أو مناوشات أيضا بحرية على مستوى مديرية المخا وكذلك الميناء بالتوازي مع ما يجري الآن بداخل المدينة وفي ريفها؟ لا شك أنه في تكامل الآن، في نوع من التكامل، وأنه أصبحت المعركة على أكبر رقعة ممكنة في تعز، لم تعد المعركة في ضواحي المدينة، المعركة اليوم أصبحت في معظم إن لم يكن معظم ريف تعز، بحيث أنه أصبح هناك نوع من التناغم أيضا ونوع أيضا من المعركة المصيرية للناس، يعني وأصبح الناس عندهم يعني كانت المعركة السابقة في إطار تعز المدينة وضواحيها، اليوم المعركة في كل منطقة في تعز، وبالتالي هذا دفع الناس إلى أن يستشعروا ما تعانيه المدينة وما يعانيه سكان المدينة، وبالتالي أنطلقوا الناس والمعركة يعني دفعت الناس إلى أن يتحملوا هما واحدا ومصيرا واحد، وهذا أنا باعتقادي أنه سجل شيء إيجابي وجديد في المعركة الراهنة الموجودة في تعز الآن. طيب، هناك توقيت ربما أتت في هذه العملية، عملية التحرير في تعز، هل يأتي في سياق الحديث عن أنها معركة كانت يعني مخطط لها أم أنها جاءت بعد فشل المشاورات السياسية التي تمت في الكويت وكذلك
التصاعد الحديث في هذه الأونة عن حل عسكري يتم البدء بعمله؟ أنا باعتقادي ما ألاحظه هنا كملاحظات بسيطة وعابرة في هذا السياق، أنه أعتقد التجارب السابقة للمقاومة في تعز خلقت تجارب جديدة وخبرات جديدة قتالية وسياسية أيضا، وأصبح المقاومة في الداخل من خلال حتى تعاطيها مع مسألة التحالف العربي ومع الحكومة الشرعية ومع الجيش الوطني في نوع من التناغم إلى حد ما، أنا باعتقادي أنه تجاوزوا مرحلة الإرباكات السابقة، وهذا الذي يدفعنا ويجعلنا نعول كثيرا على المقاومة، على وعي المقاومة السياسي والعسكري أيضا، والتجربة الكبيرة التي خاضوها في معركة غير متكافئة استطاعوا أن يكسبوها في المرحلة السابقة، وبالتالي هذا كله يعزز قدرات المقاومة والجيش الوطني ويعزز أيضا ثقة التحالف العربي في أن يخوض معركة بهذا النوع وبهذه الإشكالية وبهذه التعقيدات. طيب، التحدث قبل قليل على أنه يجب ألا يتم الاهتمام فقط بالعمل العسكري فقط، يعني يجب التأكيد على أن هناك عمل أمني بداخل المدينة بداخل المناطق التي يتم تحريرها، ما الواجب أيضا من الناحية المجتمعية من الناحية السياسية ربما أو على مستوى التنسيق بين قيادات ومشايخ والأعيان بداخل المدينة لمواجهة ما يمكن أن ينتج من فراغ بداخلها؟ باعتقادي التجربة السابقة للناس في المدينة خلقت وعي كبير لديهم، خاصة لأنه يعني سكان المدينة هم الذين عانوا أشد المعاناة خلال أكثر من حصار داما أو مستمر حتى اللحظة لأكثر من سنة ونصف، وبالتالي أيضا وحدت المصير وحدت جهود الناس و خلقت نوع من المناعة ضد الكثير من الأعمال السلبية التي كانت تتم في السابق. أيضا هناك قصور، لا شك القصور نتيجة طبيعية لمعركة كانت لم تكن متكافئة أيضا، ولتجربة يعيشها الناس لأول مرة في حياتهم حرب وحصار بهذا الحجم، هذا كله أدى إلى تفتق وعي أمني لدى الناس وتضامن اجتماعي غير مشهود، يعني لم يكن تشهده المدينة من قبل، يعني في تضامن اجتماعي عجيب وغريب في المدينة بين سكانها الذين رفضوا أن يغادروا هذه المدينة وبقوا في المدينة. وبالتالي الآن أنا باعتقادي أنه يجب أن تستغل مثل هذه المشاعر الاجتماعية الطيبة في تعزيز صمود الناس وفي تعزيز أيضا أولوياتهم الأمنية على كثير من الأولويات الأخرى. أنا باعتقادي أنه أهم إشكالية تتعلق بالمناطق المحررة هي المسألة الأمنية، فإذا الناس شعروا بالأمن، الناس حينما تخرج من حرب أول شيء يفاجئها هو عنصر الأمن، فإذا لم يدرك الناس أو إذا لم يلقي الناس مثل هذا الاهتمام الأمني وتوفر هذا الأمن، أنا باعتقادي أنهم سيصابون بالإحباط وسينعكس سلبا على معنوياتهم. أنا باعتقادي الحفاظ على هذه المعنويات يجب أول شيء هو الانتباه لمسألة الانتشار الأمني والمخابرات في على مستوى الخلايا التي ربما قد يتم الاشتغال عليها كمرحلة ثانية للغزاة في هذه المدينة. إذن سنكمل النقاش أستاذ نبيل، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نكمل النقاش بقوة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ نبيل، هذه المعركة يعني يتحدث كثيرا على أنها يجب ألا تفصل عن سياق المعارك التي تدور في اليمن، سواء في جبهة نهم في جبهات أخرى مثل حرض وميدي، هل يعني ستتحرك العملية العسكرية خلال الأيام القادمة بشكل أكبر وبوتيرة أعلى، أم أن سنشهد اهتمام بجبهة على حدة؟ أنا لا أستطيع أن أقرأها من جانب عسكري، أنا أستطيع أقرأها من جانب سياسي. بمعنى آخر أن الجانب العسكري يريد هذا معلومات من الجهات المختصة، لكن على السياق السياسي أنا باعتقاد أنه تجزئة المعارك بهذا الشكل ليس في صالح المعركة الكبيرة الوطنية ولا في صالح أيضا التحالف العربي إذا أراد أن يخرج من الحالة اليمنية منتصرا وموفورا موفرا لإمكانياته وكرامته والمعركة المصيرية التي تعني الجميع. في السياق السياسي أيضا يجب أن الانتباه إلى أنه كلما تم تخليق معارك وإشعالها في كل الجبهات هذا بالتأكيد يدمر معنويات الخصم وهذه الميليشيات، وتشعر أنه باقتراب أقلها وأنه المعركة لم تعد مجرد يعني نزهة كما كانوا يعتقدون. أنا باعتقادي أيضا أنه في هذا الجانب يجب مسألة أنه تكون المعركة متكاملة وفي كل الجبهات، هذا يصب في صالح الانتصار لا شك، وبالتالي يجب أن تشتعل المعارك، لا يجب أن كلما اشتعلت في مكان أن تخفت في مكان آخر، يجب أن تكون الجبهات مشتعلة في تعز وفي نهم في البيضاء وفي
ميدي وفي كل المناطق التي لا زالت فيها المواجهات مشتعلة، لأنه في هذه الحالة نحن نستطيع أن نخلق فجوة بين الميليشيات وحاضنتها الاجتماعية، أو أيضا بين الميليشيات وبين بعضها البعض، لأنه هناك يعيشون صراع. هذا الصراع متمثل أيضا بالانهيارات الحاصلة، يعني أنه في صراعات على مستوى الإمكانيات وعلى مستوى مثلا ما يتم نهبه مؤسسات الدولة وعلى كثير من المستويات يعني. وبالتالي يجب أن تكون المعركة مشتعلة في كل الجبهات، هذا من وجهة النظر السياسية البسيطة والمجردة. أما من الجانب العسكري، أنا باعتقادي أنه هذا نحتاج إلى متحدث باسم الجيش أو طرف آخر يجي يوضح لنا. يعني مثلا اليوم نحن شاهدنا توجهات وتقدم كبير في تعز، لكن لم نسمع أنه في اشتداد مواجهات مثلا في البيضاء أو في نجبهة حرض وكذلك في نهم. طيب ما يدور في تعز يشير إلى خسائر ميدانية ربما الآن. هناك أيضا خفوت للدعم السياسي للحوثيين والانقلابيين بشكل عام، خاصة مع يعني ربما ما يمكن وصفه بالتراجع على مستوى التصريحات الروسية من الناطق أو القائم بأعمال السفارة الروسية هناك. هل يمكن الحديث على نوعا ما بداية لتقوقع ميليشيات الانقلاب؟ لا شك أنه هذه الانهيارات العسكرية هي بالضرورة جزء من انعكاسات الهزيمة السياسية التي حصلت. يعني هم كانوا يريدون من خلال الورقة السياسية متمثلة بالمجلس السياسي المشكل المسمى والدعوة لانعقاد مجلس النواب، كانوا يريدون أن يخلقوا نوع من الحراك السياسي ليرفدوا معنوياتهم مقاتليهم في الجبهات. أنا باعتقادي أنه فشلوا في هذه المعركة فشل كبير، وكانوا يعولون كثيرا بعد فشل المفاوضات ورفضهم التوقيع على الخارطة التي وضعت من قبل الأمم المتحدة، أنه ممكن أن يذهبوا إلى الجبهة ويقاتلوا بمعنويات، لكن لم يكن لديهم معنويات يريدوا أن يرفعوا بها يعني معنوياتهم في الجبهات، فخلقوا بالونة المجلس السياسي وما إلى ذلك. أنا باعتقادي الآن أنه المسار العسكري والتقدم الحاصل اليوم في تعز يعتبر نقطة مبشرة وكبيرة بالحسابات الدقيقة، يعني الحسابات السياسية والعسكرية أيضا، وبالتالي يجب أن تستغل ما حصل في تعز اليوم على مسار كل الجبهات، ويجب أن يكون هذا مؤشر على أنه هناك انهيارات. هذه الانهيارات ما لم تتبع بعمل متتابع ومستمر عسكري على كل المستويات، أنا باعتقادي أنه قد يكون انعكاساتها خطيرة على مستوى التحالف العربي وعلى مستوى المقاومة. طيب الآن هناك معركة في تعز، من الصعب الحديث عن فعل سياسي بداخل تعز الآن، لكن هناك فعل سياسي يمكن أن تقوم به الحكومة الشرعية في أماكن أخرى. ما هو طبيعة ذلك بما يتزامن مع التقدمات هذه على الأرض؟ أنا باعتقادي أهم ملف ممكن أن يحرك، لن أذهب إلى تفاؤل سياسينا، أهم ملف بالنسبة لتعز هو ملف الجرحى وملف الإغاثة. باعتقادي أنه ملف الجرحى هو من أهم الملفات الشائكة في هذه المرحلة، لأنه للأسف جرحى تعز هم الجرحى الوحيدون من كل الجرحى في الجمهورية الذين تم إهمال ملفاتهم وقضيتهم بشكل لا ندري ما هي المبررات التي يطرحوها الإخوة، إن على مستوى الحكومة الشرعية أو على مستوى التحالف. يعني هذا ملف مهم، أنت لديك أهم قضية وأهم ورقة وهي ورقة تعز التي استطاعت أن تصمد وتكسر كل جبروت الميليشيات وأن تصمد بالإمكانيات البسيطة المتواضعة. وبالتالي ما يعني من الأهمية بمكان أنه لو أردت أن تدعم هذه الجبهة، أنا باعتقادي أنه أهم دعم ممكن تقدمه هو أن تداوي الجرحى وأن تدعمهم بالإمكانيات اللازمة والمطلوبة لهم في هذه اللحظة. هذا شيء مهم جدا. الجانب الآخر، نتمنى أنه تقوم حكومة الشرعية بزيارة للمدينة وتتفقد أموار الناس وخاصة المناطق المدمرة والمستشفيات التي تم إغلاقها وتعطيلها. أنا باعتقادي أنه من الشغل يكون على الميدان أهم بكثير من التصريحات التي قد نسمعها من هنا أو هناك. يعني هذه الزيارات على مستوى قيادات من أي صف؟ حتى على مستوى نائب رئيس الجمهورية وعلى مستوى الوزراء وعلى مستوى على الأقل وزراء المدينة، وزراء المحسوبين على تعز، يعني المفترض أنه يزوروا المدينة ويثبتوا للناس أنهم متواجدين بينهم وأن هناك معركة مصيرية للجميع، لا تهم هذه المعركة فقط المقاتل بالميدان بقدر ما تهم السياسي الموجود أيضا في السلطات السياسية العليا. طيب باعتبار تعز يعني متوسطة لليمن، هناك أهمية تاريخية لهذه المدينة، هناك أهمية جغرافية أيضا، وهناك محافظات مجاورة لها. المناوشات ربما مناوشات مع الحوثيين تمتد حتى محافظة لحج أو أطراف محافظة لحج في بعض من أماكنها، لكنها في عدن ليست موجودة ومؤمنة إلى حد كبير. هل هناك أيضا نوع من
الأهمية التي يجب أن تدفع أكثر لتأمين المناطق التي تمت السيطرة عليها بالفعل في حال تم تحرير تعز والمناطق المحيطة بها أكثر؟ أنا باعتقادي العقبة الكبيرة فيما يتعلق بما يطرحه الانقلابيون أو ما يعول عليه الانقلابيون كثيرا هي معركة تعز. معركة تعز بالنسبة للانقلابيين معركة حياة أو موت، ومستميتين في هذه المعركة بدرجة كبيرة جدا، ولديهم آلاف الضحايا الذين سقطوا في هذه المعارك، والإمكانيات يعني ضخوا إمكانيات كبيرة في معركة تعز. هم في معركة تعز يستمدون أهمية هذه المعركة من أنها أمام المجتمع الدولي أنها تعتبر الكتلة الكبيرة للسكان في الجمهورية اليمنية، وقربها من منطقة الملاحة الدولية، وقربها أيضا من عدن، وبالتالي هذه الاستماتة هي توضح يعني الأهمية السياسية لتعز، الأهمية السياسية في إطار المعادلة السياسية اليمنية كلها بشكل عام. تعز تعتبر بيضة القبان كما يسموها فيما يتعلق بمسار الصراع السياسي، إن على مستوى التحالفات الداخلية أو على مستوى الصراع التاريخي بين مراكز الثقل في اليمن شمالا وجنوبا. وبالتالي هذه الأهمية الاستراتيجية أيضا تتطلب أيضا أنه حتى استقرار الجنوب، لن يستقر الجنوب على افتراض أسوأ الاحتمالات التي قد يتصورها البعض ممن يسطح الصراع الموجود في اليمن، انه سيحصل انفصال او سيذهبون الى يعني في اقل القليل انه لن يستقر الجنوب ولا الشمال بدون تعز. هذه معادله بسيطه وتاريخيه ايضا، انه لن تستقر يعني الجنوب الا باستقرار تعز، ولن تستقر الشمال الا باستقرار تعز، وبالتالي هذه المعادله يجب ان تكون يعني امام نصب اعين الحكومه والتحالف العربي. طيب دعنا نشرك في نقاشنا عضو شبكه الراصدين بتعز الاستاذه ريهام البدر. مساء الخير سيده ريهام. مساء النور. اهلا بكم. سيده ريهام، كيف تقيمين الوضع الانساني خلال الفتره الاخيره بداخل مدينه تعز؟ الوضع الإنساني في مدينة تعز في كل الأحيان تشهد في المدينة منذ عام لا أسوأ، وخصوصا خلال هذه الأيام المنصرمة بسبب الحصار الذي امتد غرب المدينة، والذي بسبب الاشتباكات التي تحدث الآن في المنطقة التي تدعى هجة العبد، وهو المنطقة الوحيد الذي كان من خلاله تدخل المواد الغذائية إلى المدينة عبر طرق الوهم في منفذ طابلس. فالوضع الإنساني خلال هذه الأيام كان سيء، بالإضافة إلى تزامن القصف العشوائي على الأحياء السكنية وجميع الاستهداف جميع الشوارع والمدينة. طيب هناك أيضا أنباء تتحدث عن انتهاكات بحق المدنيين تتزايد في أرياف تعز، خصوصا في الأحكوم، العبوس، القبيطة، كذلك المقاطرة، غيرها من المناطق الريفية هذه التي بالشريط الحدودي مع محافظة لحج. هل هناك آلية لرصد هذه الانتهاكات لديكم؟ بالفعل هناك تم رصد العديد من الانتهاكات، كما شهدت من البداية زراعة الألغام في هذه المناطق، الاقتحام المنازل، أيضا القصف العشوائي على المناطق التي تحتوي على سكان، وأيضا بالإضافة إلى بعض الأخبار عن إعدامات خارج القانون. طيب هناك قضية خطيرة يطرحها كثيرون من المراقبين لما يحدث في تعز، وهي قضية الألغام. هذه القضية التي يعني تحصد الكثير من الضحايا وهي ربما غير ظاهرة في هذا الوقت، هناك هل يوجد هناك تنسيق بينكم وبين المنظمات الدولية للكشف عن هذه الألغام، للطلب من من يقوم بزرعها على الأقل بإعطاء خرائط للأماكن التي تزرع فيها؟ بالفعل منذ بداية الحرب تشهد مدينة تعز تزايد في زراعة الألغام، كانت هي في محيط، لكن في الفترة الأخيرة أيضا زرعت هذه الألغام في الأحياء السكنية، خصوصا منذ مارس 2016 زرعت الألغام في المناطق السكنية بشكل ملحوظ وبشكل كبير جدا أمام أبواب المنازل. الكثير من الألغام في أركان المنازل، الأحياء السكنية، في الجامعات، الكثير من الألغام إضافة إلى منطقة تعبات، الكمب، أيضا محيط الفوبان، الجبهة الغربية في الحصب،
في المناطق تكاد تكون تعز مليئة بالألغام، نحاول قدر الإمكان في حالات الرصد لحوادث أو الإصابات أن يكون رصد الأهداف التي تكون فيها زراعة الألغام، التواصل عبر تقارير شبه دورية عن هذه المشكلة الكبيرة. التقينا أيضا بفريق خاص بنزع الألغام، لكن مشكلة صعبة جدا أمامهم خلال هذه الفترة، لا توجد لديهم الإمكانيات الكافية لنزع الألغام ولا الأجهزة المتخصصة في الكشف عن أماكن الألغام، بالإضافة إلى أن هناك أنواع كثيرة جدا من الألغام التعرف عليها بالنظر لأنها تشكل على أشكال صخور أو أشياء أقرب إلى الطبيعة، فلا يستطيع المهر أو العودة التعرف على هذه الألغام، بالإضافة إلى أن هناك نوعية حساسة جدا تنفجر بشكل سريع جدا. طيب يعني هو من غير الطبيعي الحديث على انفراجة في الوضع الإنساني بداخل المدينة مع تحقيق نوع من إلا بعد تحقيق نوع من الاستقرار بداخلها، ونحن في اليوم الأول من يعني سياق حديث عن انتصارات للمقاومة الشعبية والجيش الوطني، لكن ما هو المؤمل إنسانيا في الأيام القادمة؟ بالعكس تماما، مع هذه التقدمات الوطني والمقاومة هناك ضغط شديد جدا وهستيري جدا على المدينة، لا يتوقع أن يكون هناك انفراج على الأيام القريب القليلة القادمة، وذلك بسبب هذا القصف العشوائي في المدينة بالإضافة إلى الحصار الذي ضرب في المنطقة الغربية التي ذكرناها سابقا هيجة العهد هذه المنطقة الغربية، فمن الصعب أن نتحدث الآن على أي انفراج في الوضع الإنساني. هناك النقص الشديد في الأدوية، النقص الشديد في الغذاء، القوافل التي كانت مرتقب أن تدخل إلى مدينة تعز عبر الشوارع والطرقات الفرعية الوايرة أصبحت واقفة، لا نتوقع أن يدخل المدينة خلال هذه الأيام أي سيارات خاصة بالإسعاف الأدوية. عضو شبكة الراصدين المحليين الأستاذة ريهام البدر، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. أستاذ نبيل، هناك ألغام تقوم بزراعتها الميليشيا، هناك يعني كثير من الجبهات التي تقاتل فيها، هذه الاستماتة من قبل الميليشيا هل لها أبعاد تاريخية بين فكرة تتبناها محافظة تعز ومدينة تعز وما يتبنوه الإنقلابيون، أم أنها استماتة للحصول على هذه المحافظة بما لها من أهمية استراتيجية في سبيل السيطرة على رقعة اليمن بشكل عام؟ أنا باعتقادي النظرتين كلاهما تكامليتين في نظرة الإنقلابيين لتعز. على المستوى التاريخي هناك تار تاريخي، هذا التار التاريخي ممثل بأنه فكرة الإمامة وكهنوتيتها وخرافة الحق الإلهي هي سقطت على يد كثير من الثوار التنويريين في تعز، على مستوى بيت النعمان وعلى مستوى الشهيد عبد الله الحكيمي أو كثير من الثوار الذين البتول وغيرهم أو الفضول وغيرهم من الثوار الذين حاربوا هذه الفكرة منذ البداية وكانوا هم النواة الأساسية لثورة 48 فبراير 48 وأيضا ثورة 26 سبتمبر 62. ظلت تعز هي رائدة الفكر التنويري فيما يتعلق بالأفكار الخرافية في اليمن عموما على امتداد القرن الماضي على الأقل. الجانب الآخر والأهم أيضا هو الجانب السياسي، إن على مستوى الجيو السياسية المتمثلة بموقع تعز وأهميتها الجغرافية المطلة على بضيق باب المندب، أو على مستوى أيضا الجانب الديمغرافي المتمثل بالكثافة السكانية للمدينة. والأهم جدا أيضا في هذه النقطة هي أنه ليس فقط الجانب الديمغرافي المتمثل بالسكان الذين لازالوا في تعز، أيضا الخطورة التي تمثلها تعز أنه تعز ليست فقط منطقة جغرافية، تعز أيضا يعني أستطيع أشبهها بأنها عبارة عن مضخة ديمغرافية، يعني معظم سكان يعني معظم الكوادر الموجودين في مختلف المحافظات اليمنية على مستوى العاصمة تعز، إب، مارب، الجوف، شمال، جنوب، يعني في كوادر كبيرة على مستوى السلك التربوي والعسكري أيضا خاصة في المرحلة الأخيرة فيما يتعلق أيضا بالمهندسين بالأطباء، يعني هذا يمثل زخم بشري، زخم بشري وثقل وامتداد ديمغرافي للمحافظة التي يعني
المستوى النخبوي لما تصدره تعز من أبنائها المحافظات الأخرى يجعلهم دائما محط تأثير في أينما حلوا في هذه المناطق، يظلون بمثابة يعني محطات أو مصادر إلهام للمناطق التي يوجدون فيها. فهذا بالنسبة للمشروع الانقلابي والمشروع الإمامي في اليمن، يرى أنه هذه أهم شيء ممكن أن تمثله تعز من تهديد. وبالتالي أيضا التجربة التاريخية في 48 62 و2011، هذه الثورات كلها كانت انطلاقة الشرارة الأولى لها هي الفكرة التنويرية الموجودة في المدينة، هذه المدينة التي تعتبر عصبية الدولة هي العصبية التي ترتكز عليها، وبالتالي يصارع التعزيون دائما على امتداد الفترة التاريخية على فكرة الدولة، لأنه لا عصبية لتعز، لا مذهبية ولا قبلية ولا قهوية، عصبية تعز هي الدولة، وبالتالي هذا السر الذي يجعل الجميع يتكالبون على تعز باعتبار أنه هذه الدولة أو هذه المدينة يعني تهديدها المشاريع الصغيرة ينبع من أنها دائما تحمل مشروع كبير، مشروع الكل الجغرافية اليمنية. وبالتالي هذه النقطة التي يقاتل ويستميت من أجلها الإماميون في الثأر من تعز، إن على مستوى ميليشيات صالح أو على مستوى ميليشيات الإمامة ومثلت الحديد. طيب هذا يدفع إلى السؤال حول أنا يعني هذا الأهمية يعني الجغرافية والتاريخية لمدينة تعز، هي تنعكس أيضا على أبعاد ربما تخرج عن نطاق المحلية فقط، خاصة بإشرافها على مضيق باب المندب. لماذا ليس هناك حزم من ناحية حسم ملف تعز من قبل الدول يعني دول الإقليم أو الدول الكبرى أيضا التي يعني تؤثر في المشهد الداخلي؟ باعتقادي معركة تعز هي معركة استراتيجية، يعني هي أكثر شبه معركة حلب، من يكسب حلب يكسب المعركة السياسية في الشام. تعز نفس الحكاية، بس الإشكالية تكمن في تعز أنه في تناقضات موضوعية ضمن التحالف نفسه. التحالف العربي، هناك أطراف في التحالف العربي لها حسابات ضيقة تجاه فصائل معينة من المقاومة، وبالتالي يكثرون من وهم أنه أي انتصار سيتحقق سيصب في صالح مثلا الإسلام السياسي في اليمن، مع أنها مثل هذه الحقيقة أنا باعتقادي أنه ليست بذلك المنظور الدقيق والموضوعي في توصيف المشهد في اليمن. في اليمن لا يمكن لأحد أن يتفرد ويحكم اليمن مهما كان، فما بالنا ربما بتعز. فإذا كانت فكرة أيضا فكرة عدم التفرد والتنوع والتعدد السياسي والثقافي موجودة في تعز، وبالتالي صعب أنك تصنف محافظة يعني ربما سكانها يتجاوزون 5 مليون نسمة وأن تصنفهم أنهم تابعين لفريق واحد أو لمجموعة واحدة أو لتيار واحد. أنا باعتقادي هذا نوع من التسطيح المخل في معرفة أسرار المعركة في اليمن. أنا باعتقادي هذا أيضا من ضمن الإشكاليات التي تواجه التحالف العربي، والذي نتمنى أن يتم تجاوز هذه النقطة من خلال أيضا أنه بعض الأطراف في تعز التي لديها يعني بعض الأطراف التي تمتلك حساسيات أو اتجاهها حساسيات بعض الأطراف، يجب أن تتواصل مع هذه الأطراف وتطرح لهم المشكلة على بلاطة، أنه يعني بالأخير نحن أمام جماعات سياسية وليست مذهبية وليست أيضا جماعات عنفية تحمل السلاح، وهذه جماعات سياسية معترف بها وفق الدستور والقانون اليمني، وهي في الأخير كوادرها الموجودين في المعركة والذين يقاتلون معظمهم مهندسين وأطباء وطلاب جامعات سيعودون إلى أعمالهم ولن يكون لهم أي دور عسكري في المرحلة القادمة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ نبيل البكيري المحلل السياسي، كنت معنا في حلقة هذا المساء أو المساء حلقة اليوم من المساء اليمني. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.